عندي ولد اسمه ريان 19 ans وعندي ولد واحد اخر بقي 6 ans بقي 6 ans زدت ولدي خير الدين. وين عاش معاك ولدك؟ صلي على النبي. اللهم لك الحمد. كان تجبد ليش عليه الله يرضى عليك. صلي على النبي، صلي على النبي سيدتي بنيتي. اللهم لك الحمد. ايوا صح. اللهم لك صح. استغفر الله. حول. هاي الحمد لله. ايوا صح. اللهم لك الحمد. الحمد لله. خلاص رزقني ربي بزوج وليدات الحمد لله، خرجوا صالحين. كما تمنيتهم وانا وصغيره نقول يا ربي مي كان خاطبني الزوج تاعي في 3 سنين خطوبه كنت نقول يا الله اذا كان في هذا الراجل الحنيه تاع امي الله يرحمها والله العظيم ما كنت نعرف هذا الدعاء بصراحه ما شفتش الحنان معنا. هاي من بعد هاكي تزوجتي وربي رزقك. خرج تزوج بذريات لا اله الا الله محمد رسول الله. وليدك وين تربى الوقت هذا؟ ريان عندي يما، عندي يما وخويا. صح. انت اللي قلتي لهم روح استاذي الفاضل يخليك. جبتوا لي لا لا هما داو دونك ما عندهمش الاولاد. صح عائلة. صح معلش ما عندهمش الاولاد. انت داوه برضاك ماشي بلا رضاك. لا لا برضايا نرفض نرفض طلب ماما. ايوا صح. والاخ الوحيد. العلاقة نتاع باباك ويما كيفاش كانت؟ ذاك الوقت. على ليبوك ولا؟ نعم. بابا علاقة طيبة؟ نو. لا ابدا ابي كان تخوسيفا. كان تخوسيفا ابي بصح ماشي غير في دارنا ماشي غير مع ماما. الوالد نتاعك هذا بابا هكا عقليته ما كانش اللي يطيح له كلمته ما كانش اللي يقول له يقول لك كحله قول كحله. الله اكبر. تخوسيفا من برا ما يعنفش ما يعنفش ماهوش الأكثرية الأكثرية أنا وماما. والآن كيفاش؟ ملك. 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 ملك بمعنى الكلمة بعد ما جا من الحج. وعلاقة باباك بيما كيفاش راهي؟ لو الآن ما كانش وهربت عليه راحت وخلاته. راحت وخلاته. الله أكبر. ماشي غير هي أخواتاتي. علاش؟ أخواتاتي للرب الثلاثة بليتو. بيناتهم امور شخصيه ما نقدرش نذكرها وما دخلنيش فيها اصلا. اي طبعا طبعا انا اصلا ما كنتش معاهم.